تمام. طيب بنحتاج بقى عشان زراعة الأسنان بنحتاج بنج كلي؟ يعني عملية زراعة لا لا الأسنان بتحتاج بنج كلي لا ولا لا لا؟ أو خالص. بتتم إزاي؟ يعني الموضوع بيتم هقول إزاي؟ لحضرتك استاذه رانيا، هو طبعا الزراعه زيها زي اي بروسيجر عاديه في الاسنان، يعني بتاخد حوالي 10 دقائق ربع ساعه، بتحتاج بنج موضعي فقط. لكن هنفرض ان انت عندك كيس مثلا حد جاي يعمل زراعه مثلا فول ماوس فوق وتحت يمين وشمال، تمام. ووقته ضيق، مش وقته ما بيسمحش ان هو يروح ويرجع مقابلات كتير، فممكن ياخد بنج كامل وتعملي كل تمام. الشغل ده في مرة واحدة. في مرة بس ينفع في يعني مرة ما واحدة؟ بنضطرش ان احنا نوصل يعني للمرحلة دي يعني. طب احنا بنقدر في زراعة نعمل الأسنان كلها مرة واحدة ولا ممكن واحد واحد؟ يعني بتتم ازاي؟ على حسب الكيس يعني، انت تمام. مثلا هنفرض واحد عنده زرعة واحدة هتعمليها في 10 دقايق وخلاص، لكن اذا حد مثلا محتاج يعمل مثلا 4 زرعات ممكن على جلستين، ممكن على 4، كل بقى على حسب المريض وتفاهمه مع الدكتور يعني، وعلى حسب وقته طبعا، الحاجات دي بتاخد يعني وقت وزمن. تمام. بس احنا ما بنفضلش دايما ان احنا يعني نشتغل فوق وتحت في نفس اليوم ولا يمين يعني وشمال في نفس اليوم. يعني بنحاول نبعد. يعني لو هنشتغل فوق يعني مثلا ممكن نستنى نشتغل مع 2 جنب بعض او 3 جنب بعض في نفس الصف. الكوادر. بالظبط. طيب كل الناس بتقدر تعمل زراعة ولا على حسب الحالة لا الصحية؟ لا. يعني ايه بقى، يعني على حسب طيب يعني كل الناس تقدر تعمله ولا انا ايه؟ هقول لحضرتك، هو طبعا اي حد في الدنيا ممكن يعمل امبلانت، ما فيهاش اي مشكلة، تمام. بس طبعا برضو احنا كاطباء عشان ما يحصلش فشل للزرعة اللي اتحطت دي، بنبقى دايما بنعمل سيليكشن للكيس. يعني هنفرض مثلا حد عنده سكر، سكره مثلا 500 فرضا، تمام. هل هتيجي تحطي له زرعة؟ طبعا لا، مستحيل. يبقى احنا لازم بقى ناخد اي مريض بس يبقى كنترول، يعني سواء كان عنده اي مشكلة، بياخد علاج كيميائي، بيعمل مثلا عنده سكر، عنده ضغط، عنده مشاكل في القلب، ما فيش مشكلة خالص، لكن بيبقى كنترول في الفترة اللي هي يعني بتاعت